اليمني بجودته، زراعة العضوية، فحيث أنه يتم تجفيفه بالطريقة الأساسية أولاً تحت أشعة الشمس، ويتم زراعته في مرتفعات جبلية، وهذا عامل مساعد كثير لجودة البن اليمني مقارنة بالبن الخارجي. هذا جودة أساسية المعيار لتصدير البن اليمني. دخل كثير والله، أحسن من القاف، أحسن. إحنا كان عندنا قاس قلعنا، بدلنا بالبن. البن الحمد لله يعني في عائد مزني على القاف.